المشاهدين شوف تي في، سلم عليكم ديما. واول فاش خلينا احنا باش ان ندفعوا للسيناف، دابا وصلنا للسيناف، دابا كاينه العطله السنويه اللي كياخذوها هما في شهر 8. المحامي الجديد قال لك خص زعما خاص يكون واحد الاحترام بينه وبين المحامي القديم. اتصلت بالمحامي صونيت عليه ما جاوبنيش، في الاخير جاوبني قال لي بان، قلت له واش دفعتي السيناف؟ قال لي انا ما دفعش لك السيناف لان خاصني الفلوس. قلت له خويا انا راه ما عنديش فلوس ديال السيناف وهذه باش غادي نكون. قال لي صافي انا اختي انا شوفي لك، انا عند نازل لك على الدوسي شوفي لي غادي يخدم لك. قلت له صافي الا انت تنازلتي راه ماشي مشكل، عطيني ديك الورقه. قال لي المهم دوزي ليها. هادشي فاش ختمت انا وداك السيد وقلت له شكرا الله يرحم لك الوالدين. فيما هو قال لك بان هو كان قال لي بان الشاهد ديالي تم التجريح فيه وترفض في الشهاده، رغم ان الناس اللي جداد قالوا لك اوديك وكان الشاهد ترفض في الشهاده ما غيحكموش ليك شهر في 4 سنين. ما عرفتش انا يعطيني شهر في العام، قال لك ديال العطله ولا ما عرفتهاش، ما شرحوهاش ليا مزيان. المهم 4 سنين خرج ليا شهر اللي ما كاملهاش 3000 درهم. ودابا قالوا لك خصك شاهد جديد باش يشهد بان راه كنتي في القهوه في الوقيته اللي دخلتي فيها والوقيته اللي خرجتي منها. ايوا واحد الحاجه كدير الهيئه المحكمه اللي ما عرفتهاش انايا، رغم اننا حنا القضيه اللي الرئيسه اللي صنتات لينا في الحكم في الابتدائيه اللي كنا فيها كان داز معايا هذا الشاهد ووراها الوراق ديال التنازل وديال الدعوه وديال كل شيء. قالت لي عيش مع الوراق عندك. في ثلاثه الجلسات قبل الاخيرين بدلوا الرئيسه، جات وحده اخرى لدرجه لاننا مني عيطوا ليا على الملف نط انايا. قالت لي واش جبتي شهود؟ قال لها المحامي راه هذه راه دايز في الشهاده والسربي اللي خاصو الشهاده هي هذه. قلت لها انايا وخرجت لبرا، ملي خرجنا برا قلت له واش انا باقي خاصني شي شهود؟ قال لي لا راه صافي هذا داز. يعني هو حتى الاخر حتى تحكمات المحكمه عاد ولا عندي انا مشكل في الشاهد وراه حقا ما تقبلش وهادي وهادي. وقالوا لكم ما تقبلش ما غاديش تخرج لك الشهر ديال الحكم، وهذا هو اللي كاين. وحنا دابا باقا ثقتي في الله وفي القضاء كبيره، وباقا كنتمنى الناس يوقفوا معايا يرجع لي حقي، لانني انا الدومين ديال القهوي ما بقيتش باغا، انا كنت باغا ندير غير بيع وشريه ونبيع ونشري على راسي، وداك الشيء كما تنقولوا قليل مداوم ولا كثير مقطوع. ومن هذا المنبر تنشكر مولة القهوة اللي مخدماني عندها لحد الآن وعارفة النزاعات اللي واقعين وكتشوفني ديما متبعاني حتى هي معايا، كنشكرها بزاف وكنقول لها انتي راه ما منكش 10. عكس مال القهوي الاخرين، لان انا اصلا هاد القهوه ان شاء الله هي الاخيره اللي غنكون فيها، ما بقيتش باغا نخدم في القهوه. ودابا حنا غادي نسمعوا الاخ عبد الله اللي الشاهد ديالي اللي قال لك تم التجريح في الشهاده ديالو، غيشرح العلاقه ديالو بينه وبين هاد السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سميتي عبد الله بن صالح، من مواليد 1971 من تافراوس. هاد السيده خدمت انا وياها في قهوه، اول مره نخدم، خدمت معها علمتني الماكينه، علمتني جري القهوه، علمتني بزاف الحوايج، عندها واحد الفضل عليا في هذا الميدان هذا ديال القهاوي. بالنسبه للعلاقه، علاقه كاخت ديالي، وكانت كانوا جيراننا لا هي لا عائلتها. بالنسبه للمعرفه للسيده الله يعمر الله الدار، ماشي غير انا، ماشي غير انا، اي واحد خدمت معاه ما كاينش شي واحد زعما تيقول على شي حاجه عيانه. البنات اللي خدموا معاها، خدموا معنا في القهوه، كلشي مازال الى حد الان تيسقسيني عليها. هنظره فريده لاباس عليها، هنظره فريده معقوله، ما تديش ديال بنادم، ما تديش ديال الناس. ملي تحطت في المسؤوليه مع ذاك السيد في القهوه، انا كنت ليد اليمني ديالها. تقول لي ها انا اش درت اش درت اش درت، وتنشوف داك الشيء عزما الصراحه راه عمرها الدار. انا في الاول انا ما كانش عندي مشكل معاه، انا خدمت مع الصديق ديالي لمده 12 عام، خدمت معاه في الصناك، درنا واحد البلاصه الخبز في حي في امام مالك، حدا جاب امام مالك، حتى جا الاجل فاش
هاد السيده هادي بغات لاسينيسيس وقالتها لواحد الصديق ديالو على اساس كانت هي مشاركه في داك سميت داك المقاول الذاتي وطلبوا لها لاسينيسيس. هي اصلا ما كانتش هي كانت بغات عاد تشاور معاه، هي اصلا هي نيت عاد تشاور معاه، ولكن داك صاحبو ولا شوف هو كينواها وعيط ليا. كانت مريضه، كانت مريضه، كانت في الدرسه وما جاتش داك النهار، جمع الحساب قال لي تما فين هنا فين بدات المشكله. قال لي هذيك السيده قال لي واش يمكن لك عبد الله تشد الماكينه وتشد الميناج، وداك السيد يشد برا. قلت له السي محمد زعما راه عندك قهوه اللهم بارك كبيره، فهمتي؟ ما ميتهم جوج ما يجيروش جوج قهوه. قال لي على السيده هي تخرج كندير واحد هادشي ديال الحلوه الحلوه فيترينا حلوه الحلوه الشرقيه والشفنج والبيني تما باقي عندنا التصاور وقول له كلشي، ومازال عند السيده راه مازال عندها التصاور مازال عندها كلشي. ايوا قال لي قول لي هاد الهضره هادي. انا قلت له عزمه قول لي انت منك. قال لي لا انت اللي هي تقول لك، قول للسيد انا دابا نقول قول لك. قلتها ليها بالليل مشيت للدار هضرت معها في الواتساب قلت لها شنو فريده اش قال لك المعلمه شنو قال شنو قال شنو قال. قال لي سال غدا، قالت لي سال غدا في الصباح. صافي الصباح جا وقع داك المشكل وكنت اول الضحايا. هو اصلا كان عينو في الاول عينو في على ما علمني الله كان عينو في السيده، لان واحد الصديق ديالو اش قال لي؟ قال لي كان عايخ خويك انت والدري عادي خويه عاد يرجعك انت. يعني غيخرجني انا والسرباي وعادي يرجع هذا غادي يجير. هادشي اللي قال لي، هادشي اللي قال لي هذاك الصديق ديالو. المهم قلت له صدقت انا توقفت. قلت له الصراحه درنا معاه زوين الصراحه، خدم معاه واحد الخدمه اللي ما يخدمهاش. شوف الى حد الان ما كاينش شي واحد اللي خدم مع الخدمه اللي خدمنا مع حنا. اللي كان معنا في السرباي قال له تحيد لي 20 فرنك غتخلينا نخدموا، تحيد لي انا 20 فرنك. وقلت له انا تتعطيني 40000 ريال تحيد لي 10000 ريال غتبغي تعطيني 30. قال لي لا. نقزات فريده قالت له هذيك السي لا تعطيني عن نعطي لعبد الله 30 وانا 30 ونبقاو خدامين عما تحرك القضيه. قال لي هلا حتى حاجه ما بغا يجي يديرها معانا. قلت له وانا ندخل، قلت له انا بشرط، قلت له نقول واحد القضيه انا بشرط انا غنخرج، فهمتي؟ هزيت الجاكيطه هذيك قلت له غنخرج ولكن بشرط دبر لي فين نخدم. قال لي لا. حطيت الجاكيطه ديالو قال لي انت الاول غتخرج. السيدة حدايا إلا زدت شي حاجة عليه. صافي نهار الآخر ديال شهر ثلاثة شهر ربعة كان رمضان مشيت خرجت خدمت عند واحد السيد وخليتهم هما كيدير الورقة. قولي أنفاس مع القهوة. أنفاس مع الورقة أنفاس مع القهوة كنت خدام. مرت ولات عندي واحد العاهة دابا في ودني بقاو داك الفقايص. كان شويه ديال الزنزين في ودني مع داك الاعصاب، داك الاعصاب اللي دار ليا وداك سميتو داك الضغط اللي كان تيمارس عليا اللي جعلني باش داكشي تزاد عليا في ودني بزاف كاع. ايوا هادشي اللي كاين. انا هادشي تفاجات به ملي قالتها ليا فريده، مع انني درت له التنازل على اساس باش نقدر سقي باش نخلص داكشي الديون اللي عليا. ساعة ما عطاني والو ابتداعي حتى انا مشيت قبل فريده وحميد مشيت قبل منهم هو مشى مشيت في 11/4/2022 مشيت داكشي ديال الشغل مشيت عند مفتي الشغل عطاوني ورقه وعطيتها له ولا واحد اخر عليا ولا جا عندي البلاصه في الخدام ولا تيسبني ولا تيقعد تحت السنطه كاع. وصلت تحت السنطه كاع في رمضان. ايوا هادشي اللي كاين. اما هضرتش معاه ما تكلمتش رغم ان الناس قالوا لي كنتي تعيط للبوليس. قال لي شحال واحد قال لي عيط ل 19. قلت لهم انا
خليه ما هضرتش معاه متك ما يمكنش نضيع صيامي انا على باقي الان عندنا واحد اوديو تيخسر الهضره وتيتهمنا بخيانه قال لك عنده ستوك ديال الماء هو عنده صيفط لعبد الله واحد الاوديو قال له انت يا صيفطي لي بنادم ما كتشونجي معاه حيت هو كان مشى ليه موطور ومن حدا القهوه من حدا القهوه السيد شفار ديمارا الموطور ركب فيه ديمارا من حدا القهوه هذا خرج مشى يدي الصخره الاولاد وكيقلب على الموطور لقيتو كيدور قلت ليه مال قال لي داو ليا الموطور قلت له ما يمكنش تيسحاب له راه مخبينه هو مشى ليه من القهوه رجعنا الكاميرا لقينا السيد ما واضحش حتى الكاميرات ما كاينينش في القهوه واضحين يعني كون تضرب فينا شي واحد ولا كون مات ولا غنبقاو ضحايا كما حنا ضحايا نيت على خلاف الاوديو صيفط لي اوديو قال لي صيفطي ليا السيده اللي من عائلته تما عندها المخبازه باش طرونجي معايا تعطيني الفلوس قال لي ما تصور مني غير من الحزام لتحت باقي لحد الان عندي داك الاوديو وانا قال لي ديتو ليا رزقي وتنتابعكم بالستوك ديال الماء وبغينا عم نسولو حنايا قال لي اش هاد الستوك ديال الماء شحال فيه شحال كانت جاتني 44 درهم 42 درهم ما كيتسال والو يعني تامل الماء قال لي ما تبقايش تسربيه ليا في القهوه ولينا حنا كنحيدوا ليه الروسيطه ونحيدوا الماء وحيد هادي حيد هادي حيد هادي ورغم ذلك ها هو السيد ما بينه وبين والو دار لي تنازل مشى قبل منا قال لهم انا راه هي اللي حرشاتكم فريده اللي قيداتكم رغم داكشي دار لي تنازل ما خلصوش ما كملش لي الفلوس ديال شهر ثلاثة وانا 15 يوم اللي خدمتها في رمضان ما عطاهاش لي انا لا السرباي حدا اللي كنا الاولين خدمنا تما قبل ما يجي هاد الدري دابا اللي كاري لي قالك 10000 ريال النهار اللي كان شاهد في السرباي ماشي داك السحر اللي شهد لي انا في قالك كان حاضر لينا هو ما كان حاضر حتى شي حاجه ودابا انا بغيت نعرف المحكمه تي كتطلب شي شهود يعني دابا حنا غنجيبو شاهد غيشهد بانني راني فعلا نيت راه كيجي القهوه في لقيت الفلان فلانيه ومن قبل كاع ومني خرج ولكن راه هاد الشاهد راه ما كانش معنا في النزاع يعني راه ما كانش معنا حنا اللي خدامه اللي حنا عارفين شنو وقع بيناتنا اللي كترفض الشهاده ديال الخدام وشكون اللي غادي نجيبو وهذا هو اللي كاين حنا بغينا نقولوا زعما راه يعني انا الاول داس المره الشهاده والمره الثانيه ملي تبدلات الرئيسه تبدل كل شيء ما عرفتش انايا 4 سنين مخرجي لي شهر في العام ديالاش الله اعلم ما كاملاش حتى 3000 درهم قال لك العطله السنويه وهذا الشيء اللي كاين الاسم ديالي هو بالحاج محمد تنخدم بارمان قهوه يعني المهنه ديالي بارمان هاد السيدة هادي معرفتي بها انطلاقا من الدومين اللي حنا تنخدمو فيه واللي من الضروري اننا نضامنو معها تضامن لا مشروط بحكم انها تغتصبت في الحق ديالها انطلاقا من الحكم اللي تحكم بالابتدائية واللي كان جائر وما نصفهاش وما عوضهاش على 4 سنوات من العمل والاستغلال ونتمنوا ان المحكمه الاستئناف تصحح هذا الخطا هذا والحاله ديال فريده هي ماشي حاله هي صوره مصغره وسط الصوره الكبيره التي يعانيوا منها عمال المقاهي والمطاعم ككل يعني تقريبا 90% من العمال المقاهي والمطاعم اللي تيخدموا بدون قانون مدونة التشغيل يعني لا تصريح في الضمان الاجتماعي لا سوايع 8 سوايع اللي خصها تكون ديال العمل واللي تيخدموا فوق 8 سوايع نهار كامل زيد بالإضافة للصالير اللي هو ضعيف وهذا نداء للعمال ديالنا اللي هما خدامين في المقاهي والمطاعم واللي عندهم سنوات من العمل وما عندهمش الاوراق يكونوا حذرين لان ارباب المقاهي والمطاعم غيستهدفوهم بحكم انه كاهل ثقيل عليهم على المستوى المادي فلهذا غيقلبوا على مجموعه ديال الطرق باش يتخلصوا منهم مثلا يتهموا بخيانه الامانه او مضايقات في داخل العمل او يقوم شي عامل من العمال يحرشوا عليه باش يتنائي يخرج من ذاك العمل بشكل إرادي وبهكا رب العمل تيستفد من هذا الخروج فلهذا يحاولوا الإخوان يديروا الحذر ويكونوا حرفيين يعني ماذا تعني حرفيين
يعني يلتزموا بالاوقات العمل ديالهم ويقوموا بالواجبات ديالهم بشكل حرفي، وما يخليوش منين دوز الثغره، لان راه عندنا حنا مشكل ملي تلجؤوا للقضاء عندنا مشكل الشاهد، وهذا المشكل ديال الشاهد هو لا باز ديال القضيه. يعني لما عندك الشاهد راه ما عندك والو، يعني رب العمل عنده سلطه كثيره انه يقوم بجموعه ديال الامور تجاه العمال، ولكن العامل ضروري خصو من شاهد. وهذا الاشكال هذا راجع واللي فضح الواقع الهش اللي تنعيشه كعمال المقاهي والمطاعم هي كورونا، وبنا باننا بالفعل عمال لا نتمتع باي حق من الحقوق اللي هي مشرعه في مدونه التشغيل، واللي بان بانه حنا الحلقه الضعيفه وسط القطاع الخاص. يعني اولا ما عندناش قانون تنظيمي اللي يمكن له يهيكل القطاع ديالنا، ثاني شيء ما عندنا شيء الجهه الوصيه اللي غيمكن نتواجهوا معها ويمكن نتحاوروا معها، يعني ما عندناش عنوان، ما عندناش عنوان. ثالث شيء وهذا هي الخطوره في الامر، ان دابا ولات المشاريع القانون المشاريع ديال المقاهي والمطاعم ولات تستثمر فيها اموال كثيره، يعني فوق 150 مليون، فوق 150 مليون، والاجراءات الاداريه المعمول بها ما بقاش واكله. اذا خص دفتر التحملات، دفتر التحملات هو اتفاق بين الثلاث، المشغل تيحافظ على الحق ديالو، العامل تيحافظ على الحق ديالو، وفي نفس الوقت الدوله تحافظ على الحق ديالها. اذا خصنا بالضروري ان يكون دفتر التحملات هو لا باز ديال الرخصه، هو الاساس، باش ما نطيحوش في هذه الاشكاليات ديال المحاكم وديال الدعوات وديال كذا. والجانب الثاني توجيه العمال ككل، وهو اننا نحاولوا نتكتلوا وندافعوا على الحقوق ديالنا، لان الا ما تكتلناش وما ضمناش بعضياتنا وما قمناش بوحده بعضياتنا راه ما غيمكنش الصوت ديالنا يوصل. فلهذا بالضروري اننا نقوموا بهذا العمل. ثاني شيء خص كاع النقابات والجمعيات يتضامنوا مع الاخت فريده بشكل مطلق، لان هي جزء من الجسم ديالنا ديال قطاع عمال المقاهي والمطاعم.